طب يا فندم، دلوقتي الجروب اللي هو بتاع بلاك روز ده المفروض ان هو عنصري، طيب يبقى اذا انه دي جريمة عنصرية مسماها انها جريمة عنصرية، هل هم في بريطانيا معترفين بان دي جريمة عنصرية؟ لا يا فندم، ما يقدروش يتكلموا ان هي دي جريمه عنصريه على فكره، عشان كده احنا بنخش في تحقيقاتهم. وانا ما قلتش على فكره انها جريمه عنصريه، لان انا مستني نتيجه التحقيق. انا بقول اللي انا اعرفه يا استاذه بسمه واللي انا شايفه، بس اللي انا لازم اتكلم في حاجه تانية كمان بقى مهمه جدا، ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اعتقد بريكسيت دوت خلى الناس يعني يظهر فيها حته العنف شويه بالنسبه للقوميات التانيه. يعني وجهه نظري، والله اعلم ممكن اكون انا غلطان، بس انا شايف ان من ساعه بريكسيت ده ان في امور اتغيرت لشكل أسوأ من الاول. دي حقيقه. يعني بمعنى ايه يا فندم؟ ده اللي انا شايفه. يعني هل ده بمعنى انعكاسات في الشارع الانجليزي؟ يعني أنا بمعنى، ويمكن اكون انا غلطان، بمعنى ان لما بص يا فندم، انت حضرتك لما نبقى احنا عايشين كلنا مع بعضنا، كلنا اخوات، احنا اوروبيين عايشين مع بعض او وات ايفر، كلنا مع بعض في بلد واحده، بس تيجي تقول لك لا انا مش معاكو، انا براكو، بتعمل عمليه تمييز. من وجهه نظري انك بتعمل عمليه تمييز ما بين الانجليز وبين الاوروبيين، او بين الانجليز وبين الجنسيات التانية. دي وجهه نظري انا، طبعا انا بتكلم وجهه نظر بحت، انا بتكلمش على التحقيقات، دي حاجه بعيده، بس وجهه نظري ان الامور مشيت في شكل منحدر أسوأ. يعني بقت حاجه سيئه، بقت في حته ممكن تكون ظهر شويه عنصريه وشويه قوميه، انا انجليزي انت مش عارف ايه، حاجات زي كده. يعني ده اللي انا شايفه من ساعة خروج او خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. يعني فندم، اخر سؤال معلش عايزه اساله لحضرتك، هل حضرتك شايف انه، لا السؤال اللي قبل الاخير معلش، هل حضرتك شايف انه في ابعاد سياسيه في الموضوع؟ لا، ما اعتقدش ان في ابعاد سياسيه. لا طيب. ما اقدرش اقول ان في ابعاد سياسيه او موضوع سياسي او لا، هو موضوع اهمال جسيم من الكل. طب يا فندم.